في هذه الجلسة وأعطية الكلمة من أجل المرافعات. بدأ السيد الرئيس بالأطراف المدنية أي دفاع الضحايا، وهذا ينص عليه القانون، احترم في ذلك القانون احتراما حرفيا. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام، ورفع الطرف المدني تلتقي مع مرافعة النيابة العامة بوجود إثبات بامغ وإثبات منطقي وإثبات كبير، وتلتقي مع كذلك بأن الفعل المقترف اقترف مصحوبا من ظروف التشديد، لا من حيث السرقة الموصوفة ولا من حيث محاولة القتل العمد التي تلت بحث المرحوم مضرب الجوال. وهذه الظروف التشديد تؤدي حتما إلى الإعدام، وأن النيابة العامة التمست ذلك وهذا حقها، وهو ما ذهب رئيس القضية للتحقيق، وأن المحكمة ستقدر مدى صوابية أمر قاضي التحقيق ومدى جدية ومعقولية ملتمسات السيد الوكيل العام. أنا من وجهة نظري أن المحكمة ستسير وفق ذلك، لأنه الملف واضح والإثبات قائم، وبالتالي على أن المتهمين إن لم يكن الكل فأغلبهم يستحق عقوبة الإعدام، وأتمنى أن تكون كذلك لكي نضرب المثال ولنعطي العبرة لكل من تسول إليه نفسه أن يتبجح ويتباهى بارتكاب الجرائم. ننتظر إتمام المرافعات خلال الأسبوع المقبل، قد يكون الحكم كذلك في نفس اليوم. إلى الأسبوع المقبل، وشكرا جزيلا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.